احسن لوحه في الدنيا بتترسم اللي بتعملها مصر، والكره الارضيه واقفه بتتفرج عليها، واقفه على ترتيب صوابعها، والدنيا منتظره الامه العظيمه دي هتعمل ايه. يعني 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 هي فعلا رمانه الميزان، يعني هذا الميدان العظيم والله لازم كلكم تزوروه. طبعا احنا عايشين فيه سنه ونص، بس هو اللي عايز يفهم التناقضات الحقيقيه واللعب والشغل والحركات وشغل العفرطه لازم يقيم في الميدان شويه. وانت ساكن؟ وانا هسيبه وانا هسيبه. هو الدكتور عناني وصف التحرير باجمل لوحه تشكيليه في العالم، بس يعني لوحه تشكيليه بترمز الى الحريه والثوره والمستقبل. وفيها تسع منصات، والتسع منصات بتتخانق مع بعضها. بص اقول لك حاجه، اللي يشوف المشهد العام ده هو يقول لك الله، هي الناس عامله كده ليه ومفتته ومتشظيه و و و و. الحقيقه بالتجربه بتاعت الميدان، الميدان هو اللي بيبرز الحقيقه. اش الامه المصريه امه مجتمعه وعندها وجهه نظر وعماله تتفرج على الجبهه. اما النخب دي مشكله كبيره. ان النخب انا في رايي ليست معبره عن جسم الشعب، رغم انها خارجه منه، ولكن ليه هي مش معبره؟ لانها خرجت على النص الشعبي، وابتدى ده اللي اتعلم له شويه ودخل عوج لسانه، وراح في ناس راحت الغرب، وعلى راي ام الله يرحمها يقول لك ما نبنى من غربتنا غير عوج ضبطنا، فبيتكلموا بالانجليزي وعايزين الدنيا حداثيه بطريقه غريبه زايده عن اللزوم. وفي جماعات ثانيه ومش تلقيح كلام عشان الناس ما تفهمنيش غلط، راحت في فترة الخروج الهروب العظيم المصري اللي عملناه سنة الثمانينيات اللي حصلت بعد السادات، وراحت الخليج، وانا مش ضد الخليج بس انا ضد الثقافة اللي المصريين راحوا حملوها وجم، وكأن الأمة المصرية أمة على المحارة أو بلد على المحارة، وهتعيد صياغة ثقافتها من أول وجديد. ما علينا، شاء السميع العليم إن ربنا يجمعنا بعد 30 سنة او اكتر، طبعا شويه كان فيها تقديم ايام السادات والاتفاقات مع اسرائيل، الحمد لله الوقت اللي بنهزر معاهم اظهار خفيفه كده، هم متشنكحين واسرائيل بتخر دم من كل ناحيه بقى لها الوقت سنه. والله من ايام السفاره الاسرائيليه هم مذعورين، ده احنا لما وقفنا قدام السفاره الاسرائيليه اول مره كانت الناس غريبه، يقول لك الله احنا خايفين، اقول لهم يا جدعان، يقول لك اسرائيل تدخل علينا واحنا قاعدين كده في الميدان عند البتاع. قلت له لا مش جاهل، ده امه عبقريه. ايه اللي هيخش؟ مين ده اللي يخش علينا؟ ده ياكلوهم. ما هكمل لك بس. مين اللي يقدر يعدي؟ اول مره قلت لهم العيال ماسكه الصواريخ الشماريخ دي بتضرب على 22 دور، جابت ديل العالم لسقته قبل الواد ما ينزله محمد الشحات وظبطوه. قلت لهم العيال دي بتعمل بروفات على الميم طه مضاد للطائرات. المخابرات الاسرائيليه قاعده بتسجل الدول الامريكانيه، لان العيال هم 15 سنه الالترس والمعلمين دول، دول لو لبسوا جيش كده ميري دخلوا ده يخلصوا من عند غزه، يخلص على سنه، واحنا مش عايزين نخلص على حد عشان مش فاضيين. انما تاني مظاهره مش فاضيين، ايوه تاني مظاهره لما رحنا وقعدنا والعيال حجرت دماغها لما حد طبعا خبيث استفزهم وبنى لهم السور، وراح العيال معاها شواكيش وكانت فخ مفهوم ممكن نتكلم عليه الامر يتسع. في تاني مره كانش عدى زمن كبير، تاني مرة لما اترمت بقى وخدنا الشطارع حلوين طبعا، نزلوا من السفارة وفي ورق مهم على فكرة، وحوشنا شوية ورق وبتاع حاجات لطيفة جدا، نجيب لكم ده من امر يبقى يطلع كده الارض. واثناءها بقى كنت بقول للناس اسرائيل ايه اخبارها؟ قال لك لا ولا يهمنا. النتيجة السريعة بتاع العقل الجمعي المصري ان استطاعت مصر تهضم ان فكره ولا تقدر على اسرائيل، بقول لك ولا يقدر. وتاكدت الامه المصريه، تاكدت الامه المصريه. بص احسن شيء علمه لنا احنا بتوع تربيه، اساتذه بتوع تربيه، اللي انت اساتذه هنا كلكم ماشي. احنا عايزين نتكلم على كخوجه يعني. التعليم بالصواب والخطا، جرب يا حبيبي ادخل تاني مره. قلت له انتوا خفيف بس، قال لك مين اسرائيل؟ او الناتج ان السفير الاسرائيلي ما عندوش مكان وتشال العلم، واخد بال حضرتك، وما عندوش مبيعات، كل مره بيغير الفندق بيقعد ثلاث ايام، الله اعلم اذا كان بيجي ولا ما بيجيش. وهذا هو تقل مصر. وخدي بالك لما مصر تبقى بلا رئيس جمهوريه بقى لها سنه ونص صلبطولها ولا وزاره، الوزاره دي في اللطافه كنا معترضين عليها، والاخوان السلفيين عذبونا وموتونا وسابونا نتقتل عند مجلس الوزراء، نقول لهم يا جدعان السكه دي غلط، ما تسمعوش الكلام، خليكم في الميدان، الميدان هو اللي يخدمكم، اخرجوش بره البيت، البيت ده افضل لكم. رحله ال 200 متر من الميدان للبرطمان اللي هو البرلمان مش هتنفع، وكنت بقول كل يوم من الساعه 10 بالليل ل 11 الصبح، سابونا وراحوا. وحصل ما حصل، وديك حضرتك شايفه المشهد. يعني جايين لنا الجمعه اللي فاتت
جمعه انقاذ الثوره. تقول لا يا حبيبي ده مش انقاذ الثوره، دي انقاذ الاخوان والسلفيين. وعلى فكره ولا اقصد بده، انا بقول ده من واقع التجربه، ولا بلقح كلام لهم اخواتنا، لان في سلفيين شباب وفي اخوانجيه شباب زي الورد واقفين معانا، وفي شويه بيتخانقوا وفي شويه بيضربوا عينه على راس، لكن التجربه برضه هتعلم. ما تنزلش الميدان علشان تقولي لازم حازم، لا يا حبيبي، لازم الشعب المصري ياخد حقه المنهوب. انزل على الاونطه اللي انتوا اكتشفتوها لما كنتوا دخلتوا الزحليقه بتاعه المجلس العسكري وراجعين دلوقتي كنتوا بتدافعوا عليه وبتضربونا، ويجي الشيخ حازم بشبابه. انتوا هنا اهو في المنصه اهي، مش نزلوكم على المنصه؟ ده والله العظيم كسروها ثلاث مرات. كسروها ثلاث مرات. مين اول مره مين بس مين بص بقى كله مين مين حبش ايطاليا على بتاع من كل الانواع. خدي بالك على سبيل المثال لما انا طب اسمع صلاح هناني بس صلاح ايوه هو جايين بمبدا حديديه، بمبدا احنا كلنا عارفينه، اضرب المربوط اسحب السايب. بقول لك انا لو ضربت المنطقه الثوريه دي الشعب كله هيمشي، يعني هيسحب على بطنه. وحضروا قوتهم والبوليس محلها في المؤاخذه، مش عايزين نقول بتاع جرس رديئه والسيوف والسنك البلطجيه وباللبس الزي العسكري، يعني يا اخوانا واحد بخطأين يخلينا نقول الالفاظ. الحقيقه احنا عايزين نتكلم معاك يا دكتور على حكايه الثقافه الجديده، اللغه الجديده اللي بقينا نستعملها مع بعض. لكن نرجع كسروا لكم المنصه اربع مرات. بصوا لحضرتك حاجه، اول منصه عايزين بقى نسمع الضيوف. خلاص لما اول منصه كسروها. انا ممكن اوديها ثلاث منصات، ما انا اتكسرت واتسرقت موبايلات واتسرقت جاكيت وفي مطاوي طلعت يعني بس أول. بس المهم سابوا لك البنطلون. مين سابوا لك البنطلون؟ لا مش البنطلون سابوا والله كان في شك قصدي يعني كانوا بيشدوا كل حاجه. مين مين اللي عامل دول؟ كله مين؟ اخوان سلفيين، المخابرات، العسكر، امن الدوله. المخابرات قالوا لك احنا مخابرات؟ لا 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 مش قالوا لي يعني في لا انا برضو رايي على فكره في مصر عبقريه هتعرفهم. لا مصر عبقريه، انا برضو بقول على الهوا كده في بالخبره. بص لا تفهمي مصر الا في الميدان. في نوعين، في مخابرات قدام ناس وطنيه كان منشور عنهم الفيشه عارفينهم، لا اللي بتوع اللي كانوا بتقول كانوا ضد اسرائيل وضد الكلام ده. وفي طقم اللي كان شغال مع مبارك لما مبارك في حادثه اديس ابابا عدوا له الصاروخ من قدامه مش عشان يموتوه، عشان يغني ظلموه ويسمع الكلام ويمشي زي ما هم عايزين. الطقم ده طبعا انا في تقديري انا ما عنديش معلومات، لكن بالتخمين على الاوضه الضلمه انا رايي الطقم ده في تناقضات، هتلاقي عشان كده في تناقضات في القرار السياسي بين اتنين بيلعبوا. وانا عاجبني اللعب واحلى شغل بتعمله مصر، ومصر على فكره بتشتغل بوشها وبضهرها وبقفاها وكل حاجه. لكن مين اللي بيعملوا احلى شغل؟ اجهزه الدوله اللي هي المخابرات بتاعتك ما تعدي الجهاز مناعي. شغل خايب على شغل مظبوط. يعني طوبه دهب على طوبه فضه على يعني في شغل يعني بس شغل بس انت مبسوط ما تقول لي متكيف. انا في حاجات موافق. ايوه هقول لك لما ما هو بس لما نسمع الضيوف ماشي. المهم الكسر المنصه كان بسبب ان انا اول واحد على شهر 5 على يوليو قلت طب والله لاختبر هم دول ولا دول؟ هقول يسقط حكم العسكر. كل القوى السياسيه الاخوان والسلفيين واليسار والليبراليين والاسماء العجيبه الجديده قالوا انت تروح في داهيه، لا احنا عايزين نعمل بس انتقال رئاسي. قلت لهم لا، سلطه ال 60 سنه بتاعه اليوليويه يوليو لازم تتكل على بركه الله. انا مركب حزام ناسف وموافقين، انا حتى اقول البيان اللي انتوا بتقولوه واحده هحط عليه يسقط حكم العسكر، قالوا لي شيلها لوحده. لما قلتها ونزلت الدنيا الكهربت دش، قال لك الراجل ده اسرائيلي، ده الاسرائيليين هيوديكم في داهيه. من العبقريه المصريه شهرين ونص كان كل الشعب حتى الاهلي الصغيره بتاع الالترس وبتاع يسقط حكم العسكر يسقط. فعايز اقول لك هذه امه عظيمه ونبيها، واسيب المجال